الخاص هنا ايضا باللقاية القعدان هنا اذا المهجنات الاصايل اجني اصحاب السمو الشوخ هنا التي تنطلق بالتحديات وتنطلق بالاثارة. نتابع ونسير معكم سويا في المراكز العشرة الاولى المنطلقة هنا نتابع صدارة هذا الشوط. والمركز الاول الباسل من ياتي على صدارة وعلى المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة راشد بن خميس لغويص. ولكن ارى هناك من الجانب الاخر التسلل مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق لسمو الشيخ سعيد بن عبد الله بن احمد المعلى هنا بهذا الانطلاق وبالتحدي هنا بانطلاقة خوف لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى وسلطان بن سعيد بن راشد الخاطري من يتابعه على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني اذا الباسل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن خميس لغويص بالمتابعة. وعلى المركز الثالث ازعاج لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع ابو سهيل سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي من يتابع بهذا الانطلاق وتحدي الوصول هنا من مجد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ويمعى بن عتيج الرميثي من يتابع انطلاقتي وتحدياتي الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق هنا ايضا. ومن الجانب الاخر هو انطلاقة مشاهدينا الكرام بهذا الاداء المميز هنا وانطلاقتي ايضا القادم الناوي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير الخطير يتابع هذا الانطلاق الوصول من ما يخاف سمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف ال نهيان ابراهيم بن مسلم بن سالم الغفيري في التضميره. ومن الجانب الاخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده كاسب بن سالم المسافري من يتابعه هنا ايضا بانطلاقته وتحدياته الجميلة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي هنا ايضا مع اطلس. ولكن ارى التسلل من الجانب الاخر هنا ايضا مع مشعل اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النيان مع محفوظ بن خميس لينهيبي وعاشرا الغزال اسمه الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم مع سيف بن عتيق بن عمير العميمي في التضميرة. هنا من ينطلق بهذه التحديات وهنا تسلل آخر هنا بهذا الأداء مع منور سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى وسعد بن حمد بن علي العويسي في التضميره. هنا من ينطلق بهذه التحديات المتميزه. نتابع ونعود الى الصداره، نتابع مقدمه هذا الشوط وخوف على الصداره لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري من يتابع على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. يسيطر على زمام الامور ازعاج في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع ابو سهيل سعيد بن عبيد بن مروشد من يتابعه على المركز الثاني. المركز الثالث مشعل من الجانب الاخر هنا بهذا الانطلاق لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان مع ايضا الزعيم محفوظ بن خميس لينيبي. وياتينا على المركز الرابع مجد لحفيد في دي قلب الأمة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة المحترف يمعى بن عتيج الرميثي. ولكن أرى الغزال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن عتيق بن عمير العميمي. والباسل هنا منطلقا أيضا بهذه التحديات الباسل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر هنا أبو مايد راهب بن خميس لغويص السويدي هداد القادم. هداد قادم لسمو الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي مع النادر سهيل بن عبيد بن يميع من يتابعه. هذا الانطلاق هو التحدي منور هنا لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى سعد بن حمد بن علي العويسي في التضمير.
ري السلوم اذل الطلوق والتحدي الجميل غازي اجنى الرئاسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من ياتينا اذل انطلاقة وبهذا التحدي اجنى العاصفة قادمة مع شاهين هنا ايضا بهذا الطلوق والسلام والتحديات الاخيرة الله الله كذلك شاهين اجنى العاصفة وايضا غياث الهلال قادم قادم ايضا بهذا الانطلاق والوصول من العاصي هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابعه هذا الانطلاق ولكن اعود مع مشعل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاقة وبهذا التحدي مشعل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان غادرنا الكيلومتر الاخير بقيادة محفوظ بن خميس اللي نبي ولكن ارى هدود القادم على المركز الثاني بهذا الانطلاق سمو الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي وسهيل بن عبيد بن ميعز من يتابع على المركز الثاني والمركز الثالث والمركز الرابع هجنا العاصفة قادمة مع غيوث الهلالي السلام الله التحديات هنا الأخيرة مشعل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر مشعل على زمام الأمور لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع زعيم محفوظ بن خميس لنبي أرى العاصفة قادمة العاصفة قادمة مع شاهين هذه اللحظات هنا بهذا الأداء على المركز تتسلل على المركز الثاني هذه اللحظات والمركز الثالث كذلك الله الله اللحظات الأخيرة الصدارة مع مشعل المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة مشعل هنا ينطلق بهذا الأداء اللحظات الأخيرة شاهين قادم مشعل وشاهين ومشعل السلام اللحظات الأخيرة مشعل وشاهين شاهين ومشعل ولكن شاهين في اللحظات الأخيرة ينتزع الفوز والناموس تهانينا لهجن العاصفة على هذا الأداء المميز مع غياث الهلال المركز الثاني وصل مشعل على المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان المركز الثالث شاهين هجن العاصفة المركز الرابع هداد سمو الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي وشاهين هجن العاصفة على المركز الخامس ويلا يا محمد صبري هنا مع التوقيت الزمني لانطلاقة هذا الشوط هنا وتحدياته هذا الأداء المميز هنا ها هي لحظة وصول مشاهدينا الكرام لأيضا شاهين وتسلله الأخير بسبع دقائق هنا 28 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة شكرا غياث الهلالي بينما مشعل من حل على المركز الثاني هنا بسبع دقائق 28 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان شكرا لزعيم محفوظ بن خميس لنبي من قدم هذا الأداء شاهين من حل على المركز الثالث من هجن العاصفة مع غياث الهلالي قاطعا المسافة في 7 دقائق 30 ثانية و8 من الأجزاء من الثانية تهانينا وناموس تهانينا لجميع الفائزين.